وصلت داخل منطقة الجزاء. ركلة مرمى، ركلة مرمى إلى رمية تماس. تعود الكرة أسرى العامر، هي على الكرة دي خطيرة خطيرة المن ضيعه، ولكن منامة مع الضغط العالي يستطيع أن يكسب الكرة الماضية. ترجع الآن الكرة جيمس أولوفادي، جيمس يحاول كرة على طويلة على اليسار إلى عيسى موسى. عيسى موسى يا سلام، أسرى عامر في منتصف الملعب يحول الكرة تصل أمامية الآن في إمكانية إلى فرانك كومي. فرانك يحاول كرة أمام يوري، والله يعني لو انتهى يعني شوط اول بالتعادل السلبي مع عمار محمد يبعد الكرة الماضية. عمار حولها امامية لاسراء عامر، اسراء الى لاعب فرانكونو الى 4 اهداف بتمريرة كانت رائعة من اسراء خلف المدافعين ومهدي عبد اللطيف، محمد عادل، فرانكوني امامية لاسراء عامر. إسراء بيحاول يمرر، مسجلين 6 اهداف في الشوط الثاني. كرة توصل وهنا الرميح الأفضل حتى الآن، هنا التقدم يا سلام على المرور وفيها محاولة والإبعاد من جانب فرانكوني والعود. الآن تحول على اليمين ماهر بولابيان، عنده كرة ماهر، ماهر يرجع بالخلف إلى جيمس فرانكوني في اللعبة الماضية التمرير على عيسى الموسى قائد نادي منامة المتميز المتألق والممتع. عيسى الموسى أمامية الكرة، البحث عن أحمد عبد الله، ترجع الكرة إسراء عامر، إسراء عند الكرة والأكثر الرميحي مصعب عمر، هنا أيضا فرانكوني تقدم في الجهة اليمنى فيها تمريرة عبد اللطيف يلعب الكرة إلى كوميل، تلعب تلعب الكرة أحمد موسى يلعب الكرة إلى فرانكوني، خسر من أمام الرفاع في العام ما قبل الماضي وخسر العام الماضي من أمام المحار. 1/4/2021 رابع من أبريل ختام الجولة رقم 13 وكرة حول إلى كوميل العظم، كوميل إلى فرانك كومي. الآن فرانك عنده كرة، فرانك حول أمامية، فرانك يجي المنام الآن على خطأ إسراء عامر، عنده كرة يحولها على اليمين فرانك كومي يحول كرته في الأمام لاعب جونيور، ولكن حكم مباراة أحمد خليل أمر باستمرار اللعب. كرة أمامية بمناسبة في الموسم الماضي الحد كان بطل الدوري، والمحرك في المركز الثاني، والرفاع في المركز الثالث، والنجمة في المركز الرابع، في حين الشاشتو أمامية النقل إسراء يغير ملعب جهة اليمين، حاول يتوغل علي عاشور مع نواف، عيسى موسى رد نحاول مرة ثانية، الكرة عند المنامة جهة اليمين، توقع المحترف إلى سيسة، إسراء مهدي يطلع الكرة على برة جهة اليمين يعكسها يطلع فاول، فاول يا حكم اللي مسك اللاعب هيرف ستيف لاعب طموح. ملعوب المنامة في الجهة اليسرى، دائما المنامة ما يقدم واكو فرانكوني لعب كرة طويلة حلوة إلى مهدي عبد الجبار، خطرة هذه مهدي عبد الجبار بمكان القدم الكوي بشكل أفضل في الاستلام والتسليم. ملعوب الكرة هجمة منامية الآن معاه حلوة خطرة عيسى جهار، كرة في الجهة اليمنى فرانكوني لعب المنام ولعب طموح، لعب كرة طويلة عالية متابعة من مهدي عبد الجبار، لم يكن حاضر في الوقت المناسب. هنا لوكاس تغطية من جانب محمد عادل، طبعا غياب لكوميل العظم صار نادي المنام. ترجع الكرة الآن في الخلف، كوميل حولها إلى جيمس أوليفادي في منتصف الملعب، الكرة إلى مهدي عبد بأن تغير الأوراق وتغير المكان وتغير وضع هذه المباراة. تلعب الكرة على اليمين
المنام الآن تنظيم صفوفه وترتيب أوراقه والتركيز واللعب إلى الأمام والتفكير في الهدف الأول والتقليص الفارق. حلوة، برافو فرانك كوني. الكرة مع إمس عيسى موسى، يحول كورته على اليمين بشكل ممتاز وذكي جدا، تصل الى فرانك كومي. يا سلام يا فرانك على كسر محمد عادل، هنا مهدي، هنا احمد موسى بهلمسه وتمريره في الجهه اليمنى، هنا محاوله، يا سلام، هنا التقدم. عده حمد دوسري على طول من امام مهدي عبد الجبار. تعادل وحيد للرفاع الشرقي في الدوري، تعادل امام من؟ تعادل امام نجحت 100%، وكل التوفيق ان شاء الله في المشوار اللي راح يمثلنا. طبعا لا شك الرفاع الان حقق البطولات المحليه، لكن على الرفاع عاتق كبير هي على تحت جهه اليسرى محمد عبد الوهاب، والبث عن رئيسيه احد اللعيبه خطره، هذه فرصه التعادل ممكن، وعلى طول دفاع حتى الان. المحرق ودع البطولة الغالية بخسارة من أمام الأهلي الغريب التقليدي. أسرع له في شوط المباراة الثاني عبد الوهاب البالود، حول كرة للبرنس، يستلمها البرنس الآن داخل منطقة الجزاء في هوين، حكم اللقاء يأمر بسيرين الآن. البرنس داخل منطقة الجزاء يبحث عن كرة خطيرة داخل المنطقة، وين حكم اللقاء يأمر بالسيناف، وليد حولها الكراني بعد ذلك للبرنس، تدخل اخر، مقطوع الكره، بولا بيار يتقد، خلصت مهدي عبد اللطيف بعد ذلك البرنس، تدخل اخر وتصل الى خارج ارضيه ملعب لمصلحه نادي الاهلي عن طريق رميه التماس. احمد ليعقوب، احمد للامام، الكره تعود مره اخرى المعلم حيام على طول لعبه عرضيه لكوين، الكره بعد ذلك الى خارج فرانك كوني، دائما هو النشط في الجهه اليمنى، كره مع فريق المنامه مقطوعه، يتابع عبد الوهاب علي، عبد الوهاب المالود، خلنا نشاهد ثالث ان لعب الى الامام بامكان يسدد تمريره، وين قصيره وتغطيه حاضره تبعد الكره على طول، يهدئ اللعب او يبطئ في رتم اللعب، ومتى اراد ان يهاجم العب الكره طويله اماميه، والبحث عن تقدم اللاعب احمد صالح سند، مقطوع الكره على المركز الرابع، وراح يرفع رصيده ل 27 نقطه، والمنامه راح يبقى على ما عليه في المركز الثالث ب 31 نقطه، وبذلك حاضر للمحمد الحردان. نعم صافر الحردان، هنا ابو دهوم ولد بجانب القائم الايسر من محمد الرميح الزلزال صاحب الهدف الوحيد، هنا ابو دهوم محاوله المرور من امام فرانك، والحد في الجوله الخامسه، وايضا يظهر في المره للمره الثالثه في دوري ناصر بن حمد، كره توصل، هنا ابو دهوم محاوله المرور فيها الصافره وخطا من الصداره وعدم الابتعاد عن الرفاع، المنام الفوز يعني الاقتراب بفارق 5 نقاط. مقطوعة تعود لطلال الشروقي، خطيرة هذه الكرة لطلال الشروقي، يلعب كرة خطيرة، يا سلام، خطيرة هذه الكرة، خطيرة، والتغطية الدفاعية، افتكاك الكرة بشكل، تلعب الكرة إيريك لويس، إيريك لويس مع الكرة، يا سلام، يحاول يمر مقطوعة من اللاعب، كرة تعود، يا سلام، خطيرة هذه الكرة، أو موسيس يلعب الكرة إلى إيريك لويس، إيريك لويس يعدي، يعدي، والكرة إلى وخروج كان مهدي عبد اللطيف، وهذه الكرة اذا ايريك لويس لاعب فريق الحد، يوسف يلعب كرة خطيرة، يا سلام، خطيرة، ايريك لويس، ايريك لويس، ولكن التغطية ممتازة من اللاعب، وصل بلا مرزي داخل منطقة الجزاء، محمد فارس، محمد بيحاول يمر، خلصت حتى الان، طبعا المنامة يحاول أن يحقق الانتصار من خلال هذه المباراة.
للمحافظة أو العوض في الوقت بدل ضايع، والحداوية هاجمين والحشاش وتمور محمد عبد الوهاب، خطرة مرت خارج الملعب أمام، جت محمد فارس، محمد كرة ما عم يحاول يمر تموه، تغطية موجودة من فرانك. ترى حكم مباراة أحمد خليل عرب بركة الله تعلن معلنة عن انطلاقة هذه المباراة التي بانتظار بأن تكون كبيرة. تصل إلى جاسم خليف بامتياز، جاسم خليف ينجح في احتفاظ الكرة، تلعب الكرة طويلة أمامها في إمكانية جاني المضغوط عليه من اثنين، يا سلام على الامتياز الدفاعي في اللعبة الماضية، ترجع الكرة جاني ترجع لي مصاحب نادي المنام، جونيور عنده كرة، جونيور يحول كرة طويلة على اليسار، محاولة الانطلاقة والكنترول الآن في إمكانية محاولة الانطلاقة، ولكن بعد ذلك الصلابة الدفاعية كانت من قبل جونيور، يحولها طويلة على اليسار، الواحد بحث عن وليد وكنترول وليد في اللعبة الآتية الآن، كنترول ومهارة ولكن بعد ذلك صلابة دفاعية من قبل فرانك، العبها حق سيء حسن عيسى إلى حسن هلال مرة ثانية، بلنتي ضربت عكسية إلى نواف عبد الله لكن خارج الملعب بشكل سريع إلى علي عاشور، يا حسن أحمد يوسف تغيير ملعب إلى علاوي، ليو إلى علاوي جهة اليسار مع عيسى، عيسى وعلاوي مرة ثانية ميت اليسار يرجعها لعلي جاسم أمامية، نحتاج إلى الباصات القصيرة يا شباب. الأهداف الشرقي صفر، المنامة صفر، ورمية تماس جهة اليسار جهة المدافع الأيسر مصعب عمر من ليث هاشم، سامي الحسيني، سامي حاول المباراة لتلقي العلاج بالسلامة إن شاء الله، وليث هاشم كرة معاه بيحاول يمر، تغطية موجودة من مدافع حول الكرة، تعود مرة ثانية تياغو البرنس، محمود يحول الكرة عالي طويلة في الأمام، البحث عن الرأسيات، البحث عن اللعبات الرأسية، تستخلص الكرة وتعود لمصلحة عناصر نادي المنامة. عيسى موسى عندك جونيور، جونيور لعب الكرة عالي طويلة في الأمام، ترجع الكرة عادة لتكون لمصلحة نادي المبدئية، جونيور يحول الكرة عالي طويلة في الأمام، ترجع بالراس اللاعبين دانيال نسوكي واحمد عبد الله، اربعه تبديلات يستغلها عناصر نادي البديع في هذه اللحظات، تلعب الكره في الامام الاخيره، تبقت 10 دقائق مثيره ننتظرها، 10 دقائق جميله قد تكون لمصلحه الفريق، ترجع الكره الان عاد الخطا على تنفيذ اللاعب احمد بوغمار، يلعب كره طويله باتجاه باولو فيكتور، يعلي كره طويله باتجاه لاعب محمد عبد الوهاب، الحكم لا يشير دون رد ورفع رصيده الرفاع الى 34 نقطة. راح اتطرق الى تشكيلة الفريقين مشاهد شوط المباراة الاول من لقاء نادي المنامة ونادي الحد، والتعادل ما زال مستمر بدون اهداف، كرة معاه توصل حمد دوسري،